ايه الموقف اللي اتظلمت فيه وحسيت انك في ورطه لحد ما ظهرت براءتك؟ كنت بغني في باريس، وطبعا يوم من الايام كان في اتنين بيغنوا، فاكر فنانه مصريه اسمها فاتن فريد، وفجاه تعرضوا للسرقه بغرفهم واتسرقت فلوسهم. فرجعت انا على الاوتيل، سمعت الموضوع، ركضت على الاوضه بتاعتي، فلقيت فلوسي موجودين. انا قلت له انا ما اتسرقتش. تاني يوم ابتدوا شوي العين انه راغب اشمعنى ما اتسرقش، يعني يشكوا فيك؟ في شك هيك، النظره بشك، بيقول لي واحد هم شاكين فيك انت تكون عارف مين مش عارف. قلت له انا لاني ما انسرقتش، لو انا كنت بقول انا انسرقت يعني كان ممكن اكذب وهيك. فطبعا كنت يعني عيل صغير، كنت لسه شاب صغير، والله كنت عيط بالليل انه ازاي حد ممكن يتطلع فيا يبص لي بالنظره دي، وعيط كل يوم الى ان اكتشف السارق براءه. بعد 4-5 ايام اكتشفوا العصابه. طلع مين بقى اللي سرقوا؟ طلعوا الباونسرز، اللي لانه كان الاوتيل يعني مقابل المكان اللي بنغني فيه، فحد من الباونسرز عارف هما بيجي لهم نقطة وفلوس ومش عارف ايه،